أنا بعرف أمسك حجر وبأرمي بيه على حجر، أروح الكعبة أطوف حول الحجار وأقبل حجر. مريا طاعة. أنا أقول لك زمان أهل مكة كلهم كانوا يسكنوا مع الحجاج، خايف يعني أغنياء ولا فقراء، الحجاج يجوا يسكنوا عندنا، عندنا عماير ويسكنوا معانا وإحنا فوق ساكنين، وننزل ونطلع معاهم، وكل سنة حجاج شكل يجوا، مرة يجونا من المغرب، مرة من الجزائر، مرة من يعني شرق آسيا، كل سنة يختلفوا، ونسوي كانوا الناس يسوي صداقات وكذا ونتصور ويرسلوا لنا الصور بعد شهور تيجي على العنوان. لما نزل على الحاج كان أبوي يضربني الله يرحمه لأنه من ضمن الخدم إحنا، فالرضا الحاج مهم جدا. يعني الرضا أحيانا بيحصل مو بس إنه الإشكالية من في الخدمات، إنه أحيانا الحجاج قد يتشاكلوا مع بعض ويحدث زعل، وحان الحاج ينزعج من حتى الجو، فحان درجة الحرارة العالية إحنا كانوا إحنا اللي مسؤولين عنها. فالعملية من ناحية الرضا يمكن من أصعب الأشياء اللي الواحد يحاول يوصل لها، لأنه رضا الله عز وجل هو الغاية، هو المقصد. ففي لها ترتيب، إنه إذا الحاج وصل لدرجة إنه دعا الله وبرضا إيش حيصير؟ الفضل من الله ينزل على الجميع، وهذا اللي حاصل. في حاجتين أساسيتين أثرت في الحج: تطور المواصلات تطور الاقتصاد. زيارة العدد لها علاقة بإيش؟ بالتقنية. كانت السيارات أول، كانت جمال، بعدين صارت السيارات شوية، بعدين صارت بواخر، الآن الطيارات والحاجات دي، صار العدد يتزايد ليسر وسهولة الوصول. حاجة أهم قبل أثرت أصراح مهمة جدا، اللي هو كان يعني تأمين الأمان للحجاج. يعني كانوا في رحلتهم داخل الجزيرة وصولوا مكة كانت تحصل لهم إشكاليات كبيرة، ولله الحمد في عصر التوحيد وهذه بداية هذا العهد تأمنت الطرق وكل شيء، كان يعني ما في زيه في التاريخ قبل كده، فده زاد عدد الحجاج. الحاجة الأخرى التقنيات جوا، يعني السيارات ما كانت موجودة، الأسانسيرات ما كانت موجودة، فابتدى ده يأثر على حاجة إلى شوارع أوسع، إلى مواقف سيارات، إلى السنسرات وفرت إن واحد يقدر يرتفع. فدي كلها المدخلات التقنية والزيادة العدد اتجهت إلى يعني التأثير الكبير على النسيج العمراني، وابتدى ترتيب إنه الوسط يكون للحجاج، وبعد كده يعني أهل مكة أو سكان مكة بينتقلوا للأطراف. يعتبر فعلا الحشود في الحج حالة فريدة فعلا، لا يوجد لها مثيل في العالم، ولا يوجد لها مثيل في أي فعالية في العالم. لو قارنت فعالية الحج أو
مناسك الحج مع أي فعالية أخرى حتلاقيها جزء من المنظومة الكبيرة للحج. نأخذ مثلاً الألعاب الرياضية، معظم اللي يروح الألعاب الرياضية قادرين جسدياً، ممكن يكون لهم مستوى تعليمي معين، قادرين مالياً إنهم ينفقوا، وعادة تكون في أماكن أو دول في مدن مختلفة. الناحية الأخرى اللي خلي الحج مختلف شيء مهم جداً، أعتقد ما في مكان في العالم يعني المراحل يروح مثلاً يقولوا طب ديزني بيجيها كذا مليون، طب أسبانيا من عارف يجيها كذا، لا هناك وفي نيويورك ولا غيرها حاجة راح لشيء معين، وأغلبه إنه اللي جايين كلهم تقريباً مستوى واحد وبيجوا في أماكن معينة وعلى انتشار على مدى السنة وكذا. هنا لا، هنا جايين لحاجة جوانية، يبغوا يصلوا إلى مستوى نفسي إلى يعني يصير نوع من الشعور والتواصل والمشاعر الطيبة اللي يقول لها مشاعر مقدسة. طبعاً يعتمد الموضوع هذا على ثلاث عوامل: أولاً طبيعة الحشود نفسه، ثانياً طبيعة الحركة للحشود، فوق هذا كله في عامل نفسي يجمع يعني يجمع يمكن المشغلين مع الحجاج. العامل النفسي هذا طبعاً إنه نكاد نجزم يمكن 3/4 أو 75% أو 70% من الحجاج اللي بيصلوا بيجوك لأول مرة، ممكن هو تكون هي المرة الأخيرة اللي موجودة فيه. فالعامل النفسي يطغى كثير على أحياناً التفكير، على المنطقية في اتخاذ القرار، على مواضيع كثيرة، وبالتالي تصعب إدارة الحجاج، وبالتالي هذا يؤدي يعني هذا اللي يخلي الخبرة ويخلي المملكة يعني الجهات المشاركة قادة فعلاً متميزين فعلاً في إدارة الحشود بجميع هذه الأسباب. خلال التجارب الكبيرة جداً التي مرت بها المملكة العربية السعودية في تنظيم وإدارة الحج بكل اقتدار، وضعت كثير من الحلول في ذلك. في كل عام يتم تدارس الملاحظات التي قد تنشأ أو تكون موجودة، ويتم وضع برامج وخطط تطويرية فيها. الحج أشوفه زي السلسلة، ويقال دائما إنه السلسلة قوتها في أضعف حلقة فيها. المشكلة في الحج في حلقات ونساوي نقويها ونضبطها، بس حالا في منطقة ما انتبهنا لها تك تضعف المنظومة كلها، لأنه الطاقة الاستيعابية على ما أذكر للجمرات كانت حوالي 150، هذه مدروسة يعني دقة وإحصائيات وأرقام وكله، ما هو رقم جزافي. والطواف كان 50,000 استيعابه في الساعة، والجمرات 150,000 في الساعة، فكان في والمسافة فكان في سيولة. وهنا يجي الموضوع الحج كمنظومة، يعني لما نتعامل مع الجمرات لازم تفكر فين الطواف، لما نتعامل مع تسير الحركة من مزدلفة إلى منى تفكر في الجمرات، فهي سلسلة متكاملة. فبالتالي بدأت الحاجة تظهر بوضوح إنه نحتاج إلى تكبير منطقة الجمرات وإيجاد حلول،
كان جميع من يعمل في مواسم الحج أثناء يفكر دائما في هذا النسك وهو رمي الجمرات، وكان هو الهاجس الكبير جدا والذي يعني يدعو جميع المسؤولين للتفكير أن يؤدي جميع الحجاج بكل يسر وسهولة. أكبر 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 مشكلة كانت في الجسر القديم ده إنه كان المدخل عرضه 20 متر وقدامه ساحة عملاقة يتجمعوا الناس فيها ينتظروا الزوال، تمام، ولما يؤذن الظهر يبدأوا يدخلوا. من كثرة الزحام والناس لاصقين في بعض تتموج الحركة فيبدأ السقوط. فدائما يوم 12 هذا أخطر يوم. مؤثر جدا رؤية المحرمين باللباس الإحرام ورؤيتهم مكدسين ويعني مضغوطين في النفق، كان مؤثر جدا خصوصا مع يعني يمكن في العمر يعني لما كنت صغير يعني ما يعني انت بتديني نقاط ألم بس احاول اني امسك نفسي. يعني مرت بي لحظات كنت جوة الدوامة، يعني هي تشكل سبحان الله حركة الناس في وضع معين كأنه حركة الماء، فتشكل دوامات، والدوامات هي لما تصير تلفت هي تصير فيها في بؤرتها المشاكل الكبرى. هذه متابعة ترى في لها تصوير زمني وكذا، في تحاليل رهيبة واستخدمنا برضو الكمبيوتر لتحليلها، ف كلها كانت صراحة ألم تشوف اللي بيحصل ده رغم الجهود اللي بيصير، يعني رغم البذل والصرف اللي ما له حدود برضو بيصير حاجات. فبالتالي من هنا يعني أقول تم التدارك هذا بأنه يكون هناك توسعة لاستيعاب مزيد من العدد. رعب كان هذا اليوم 12 ده. من الصباح احنا ننزل من المعسكر فوق في الجبل حقنا، ننزل ونحط اجهزتنا وكاميراتنا، طبعا احنا نرتب مع احنا لجنه معانا قوات الطوارئ بيبذلوا مجهود فظيع يعني بيتعبوا مره، والدفاع المدني اجهزه كثير تشتغل ترى في جسر الجمرات القديم ذاك كان. فكان يوم 12 يعتبر يعني هو يوم الذروة، واذا عدى لو صارت الساعه 2 الحمد لله خلاص نرجع خلاص. آخر سنة كان صعب جداً، عدد يعني الوفيات مرة كان عالي، يعني كان زحمة شديدة وعند مدخل الجسر تموجوا، بس ما في مفر. إحنا كنا وقتها شغالين يعني بالتوازي في تصميم المنشأة دي الجديدة. كانت عبارة عن في البداية يعني طبعا لما جاء الإسلام وفتح مكة كسرت الأصنام اللي في الحرم، وهذه كسروها كلها وزيلت كل الأصنام، فوضعوا أعلام أماريات أشياء تحدد للناس إنه هذا مكان الجمرة الأولى، العقبة والوسطى والصغرى وزي كده. بعدين تطورت شوية طبعا، اللي حط الاصنام واحد اسمه عمرو الخزاعي، هذا قبل الاسلام عشان بعدين لما جاء الاسلام اول ناس اشتغلوا في ميناء العباسيين، بلطوا الشارع وكسروا المنطقه، يعني شويه شغل على قدهم سووا، بس برضو ما في شاخص جبل الناس ترمي في الجبل على مكان في أمارية يحطوا علامات يأمروا
هنا المكان اللي تترمي. بعدين في العصر الأيوبي ظهرت الشواخص، أنه الناس صارت ما هي شايفة مظبوط وما هي عارفة، فبنوا الشواخص الثلاثة هذه بس، واستمر الوضع كده لفترة طويلة ما في أي شيء صار. بعدين كتروا الناس وكتروا الحجاج وكتروا اللي يرموا، فصارت الحصى تخرج في الشارع والناس اللي يرموا يتعوروا. الجمرات كان مصدر آخر للقلق، لأنه عملية التركيز كان، والحمد لله هذه من أول الحلول اللي صارت من غير أي بناء تشريع، لأنه كان التركيز أنه لازم الرجم الساعة 12 وما تنفر ولا تتحرك إلى الساعة 12 يوم الثانية الثالث، فده كان يسبب ضغط شديد، يعني الحجاج ينتظروا فجأة يندفعوا نحو الجمرات، فده سبب يعني إحدى الأسباب. شوف في الحج حاجة مهمة، ما في مشكلة تأتي بسبب واحد، لازم عدة أسباب تتكامل وصير سبب، وما في حل بالتالي يأتي من زاوية واحدة أو من مدخل واحد، لازم كل الجوانب نزور لها. فبالتالي موضوع الجمرات أعتقد كانت في البداية في السبعينات، ما أنا متذكر بالضبط، صار تدافع في التاريخ قبل كده، ترى ما هو أول مرة في التاريخ، حتى قبل 100 سنة وغيره ورد، لكن العدد والتزايد والناحية اللي هو كان الناس مصرين إلا في وقت معين، وهذه الحمد لله اتبحبحت بعدها، بحيث أنه لا يجوز الرجم بدري ويجوز الرجم متأخر ويجوز الجمع ويجوز كذا حاجات كثيرة، وهذا نتكلم عن عامل الزمن ساعد، وهذه إحدى الحلول الرئيسية التي تكون في الحج اللي هو عملية استخدام الزمن غير المكان وعشان الكثافة. فبالتالي الجمرات أعتقد في السبعينات وابتدت تتكرر في الثمانينات وكذا، وإحنا في معهد خادم الحرمين الشريفين أيامها كان مركز أبحاث الحج، كنا شغالين بالدراسات والتصوير الجوي والتصوير الزمني، لأنه جسر الجمرات اللي هو إضافة دور ثاني في الجمرات كان عام 1395، شايف؟ طبعا هذا أخذ وقت طويل ألين أضيف ده، دوريس فنيا هندسيا شرعيا، هل يجوز الناس يرموا من فوق؟ في ناس للآن ما يرموا إلا من تحت، يعني في بعض المذاهب كمان إحنا نراعي دي الأشياء دائما، في ناس ما يرموا إلا من تحت ما يرموا فوق، زي السعي نفس الشيء كده. فأتحسنت في البداية المنطقة، لكن برضو بدأ يزيد الأعداد، بدأت تزيد الأعداد واستمر سنين، يعني من 95 لين 426 إحنا ولا لما هدمنا وبدأنا بالجسر الجديد 627. لك شيء، يعني احنا ما كنا عندنا شيء اسمه دوام وكذا، 24 ساعة نشتغل، حتى بعضنا عنده يعني طول الوقت عندنا يناموا في المكتب يصحى ايوه ناكل يجيبوا لنا ناكل نجلس، يعني كنا ساكنين في معهد ابحاث الحج، هذا عشق مو شغف وعشق. فكنا فعلا بامكانيات محدودة جدا، لكن دعم الجامعة وكان يعني بيدعمونا بكل الإمكانيات الممكنة في عبد العزيز، وبعدين الوضع الحمد لله استمر، وكان كل من يأتي إلى الجامعة في الليل أو من برا يسأل يقوله روح مركز أبحاث الحج. فالحمد لله من البداية، وأعتقد بعد كده الوضع ده استمر، الروح هذه اللي هي من فضل الله ومن تشجيع المسؤولين ومن الدعم وكل ده خلى الروح دي موجودة. والله العمل في جسر في منطقة الجمرات 30 سنة يمكن نحن نشتغل في الجمرات، نسوي دراسات نسوي أبحاث نسوي، شوف قلتك هذه المعايير التصميمية سويناها وسوينا أشياء كثير، ألين جاءت الفرصة شكلت لجنة من
وزارة الإسكان كانت أول، بعدين صارت شؤون بلدية وقروية، ومعهد أبحاث الحج، فريق من الجهتين بصفتهم هم مسؤولين عن مشاريع ميناء وتطوير ميناء، وإحنا بصفتنا إحنا الجهة استشارية ومصممين يعني متخصصين، وفي مكتب هندسي كان يقوم بعمل الأعمال المخططات والأشياء. فبدأنا نشتغل يعني، طبعا إحنا اللي بيشتغلوا كلنا مشبعين بالأمور دي يعني، عاصروا الجسر وعاصروا المنطقة سنين، خلاص كل الأمور في راسنا. وحطيت لأول مرة في التاريخ، أظن إن شاء الله موجود عادي، خاصة بي، كانت عملت كاميرات 8 كاميرات تصوير زمني، حطيت مثلا في المنارة واحدة، حطيت عند جبل الرحمة واحدة، حطيت في الطريق إلى مزدلفة واحدة، حطيت 2 عند الجبرات من فوق من الجبال، وصار عندي تشوف الوضع بدل ما يكون بتشوفه كده ما أحد ينتبه، لكن لما تشوفه عن طريق تغيير في السرعة الزمنية حتبتدي تنتبه إنه إيش الوضع، حتشوف زي التيارات. وهذه كانت بداية، لما عرضتها على أساتذتي يعني ذهلوا. هي عندنا 4 عناصر في الدراسة إحنا أبحثنا فيها. العنصر الأول خصائص الحجاج، شايف إيش هم من فين جايين، هذا مهم جدا. يعني إحنا لنا تجربة في النقل الترددي، كيف بدأنا بالحجاج دول قبل دول من خلال هذه الدراسة، كيف يعني التصرفات بيهيفيرز حقهم وكده، عرفنا كل وفين يسكنوا عشان نعرف نتعامل. فأنت أول شيء تعرف أعمار الناس وحالاتهم هذا شيء بديهي في 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 الإحصاء وكده، إنك تعرف يعني أنت إذا عرفت لمين بتصمم تعرف تصمم. لا يعني يجوني ناس أسوي لهم تصاميم يقولوا إيش هذا، ما نبغى زي كده، فلا بد أنت تعرف لمين تصمم عشان تصمم. فإحنا عرفنا خصائص هذول الناس كل الحجاج. طبعا في معهد أبحاث الحج ما شاء الله كل سنة في دراسة اسمها خصائص الديموغرافية للحجاج والمعتمرين. طبعا جسر الجمرات شاركت جميع القطاعات التي تخطط وتنظم وتنفذ أعمال الحج، مختلف الوزارات التي تعنى بأعمال الحج، لجنة الحج العليا، لجنة الحج المركزية، وزارة الداخلية، إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، المشاريع التطويرية والهيئات التطويرية كذلك كلها ساهمت، الجامعات، الباحثين، الخبراء، كلا ساهم، الممارسين كذلك مثل العاملين في مؤسسات الطوافة، العاملين في القطاعات الأمنية، في القطاعات الخدمية، كلا أسهم بآراء ومقترحات، حتى وصلنا إلى منشأة عملاقة في الحقيقة عالجت بنسبة عالية جدا كثير من السلبيات والتراكمات اللي كانت موجودة قبل وجود هذه المنشأة. هذه المنشأة قابلة للتوسع حتى أن يكون طاقتها، حتى لو وصل عدد الحجاج إلى أكثر من 4 مليون حاج في الموسم. فترة طويلة، إحنا قلت لك أنا من عام 22 أنا بدأت أشتغل في جسر الجمرات الجديد هذا، والإزالة كانت والبداية 27، معناته كان 5 سنين قبل ما إنزال ده نحن بنسوي وبنجهز، وسوينا اجتماعات كل يوم، فرق عمل وفي كل مكان، وكنا نروح أحيانا نجونا الخبراء وأحيانا نروح، رحنا ألمانيا، رحنا إحنا دول كتير يعني نعرض ونناقش وكده. الحمد لله. أنا أقول لك حاجة مهمة جدا، هذه مهمة جدا جدا جدا، هذا منتج سعودي 100%، صح 100%، اللي سواه سعوديين 100%، وفريق العمل كلهم سعوديين، من الجهات من المعهد، من الجهات الأمنية، خبرات يعني دحين أوكي أنا مصمم لكن أنا أحتاج خبراتك أنت كدفاع مدني، كأمن، فكنا نجتمع سوا، كل واحد يقول الأفكار اللي عنده والمشاكل وكيف نتفاداها عشان نوصل لهذه الأشياء.
التكامل أثناء التخطيط. يأتي التكامل في التخطيط لكثير من المشاريع التي شهدتها المشاعر المقدسة. نتحدث تحديدا مثلا عن أحد هذه المشاريع العملاقة والكبيرة جدا والتي بذلت عليها مليارات الريالات، هو تطوير منظومة منشأة جسر الجمرات. كيف هذه المنشأة كانت تحفها كثير من المخاطر، كثير من حالات الدهس، كثير من حالات الوفاة، كثير من الافتراش اللي كان حول جسر الجمرات. يعني تصميم جسر الجمرات هذا يعني قصة كده فيلم في يعني عشناها حياة طويلة أيام، ونروح ونجي ونصلح ونعدل، وبالأخير جبنا خبراء كمان من جميع أنحاء العالم، تست اختبار، وسوينا معانا خبراء كانوا برضو في السيموليشن، في الدخول في الخروج، كله هذا صار له محاكاة حاسوبية. المعايير بعد كده سوينا مرتكزات تصميمية اللي هي خفض الكثافة وزيادة عدد المداخل والمخارج، رفع الطاقة الاستيعابية، منع تضاد الحركة، منع المركبات والمشاة، توفير وسائل يعني اتصال مباشر سريع. زمان اللي الإسعاف كان يقعد في الجمرات عشان يودي واحد المستشفى ساعتين، الآن الحمد لله من الأنفاق الأسانسير يطلع للسطح بالإسعاف وينزل، من أي دور يطلع يجيب المصاب وينزل تحت أو يطلعه فوق للهليكوبتر، وخمسة دقائق هو في المستشفى الملك فيصل. كيف الفكر السعودي، كيف التخطيط الجميل والرائع لأبناء المملكة العربية السعودية بمختلف تخصصاتهم نقلتنا من إلى هذه المنشأة الكبيرة التي يمتد طولها 950 متر بعرض 80 إلى 90 متر بارتفاع 5 طوابق، وكل طابق ارتفاعه ما يقارب 12 متر. الجسر فاضي جوا، التصميم الداخلي للجسر رهيب جدا، ما تشوف غير الأحواض والشواخص بس، الرؤية مفتوحة قدامك من الأول للأخير بعرض 90 متر، تمام؟ ما في لا أعمدة، ما في ولا شيء، يعني تصميم داخلي جميل بفضل التصميم الإنشائي اللي أعطانا سبان اللي هي يعني مسافة 90 متر كلير فاضي، ما في لا مباني ولا عمدان ولا، طبعا هذا شغل مو هين، طبعا مكلف إنشائيا هذه الأشياء، تمام؟ يعني كل ما زاد الطول كل ما زادت السقوط للكاميرات والجسور، يعني القواعد. أنا يعني أقول لك الأعمال الإنشائية ما كانت سهلة، بس كانوا محترفين الناس والإشراف كان شديد عليهم قوي، فتنفذ مشروع كويس يعني، تمام. وأنت لا تنسى المشروع هذا مصمم منه لعشر أدوار، يعني إذا صارت توسعة في سفوح الجبال وعلى الجبال انبنى فوق ممكن يترفع كمان 4-5 أدوار وتتربط. طبعا تصميم الجسر أخذ الشكل الخارجي البيئة المحيطة، البيئة المحيطة جبال نايحة كده، الجسر جاء زيهم مايل كده، لو تلاحظ انه كل ما طلعنا ندخل شوية كده نعطي نفس البيئة. الدور الأخير حطينا خيام عشان تكون زي يعني نفس الستايل حق الإسكان اللي في منها، لا يصير كده شكله. طبعا كثير ناس يقولوا هذا عملاق، انت حطيت لنا عملاق في وسط منى، انا اقول لا، هي منى ما حتبقى كده على طول، هذا العملاق حيختفي ان شاء الله مع المشاريع التطويريه اللي حتصير في منى والمخططات الجديده، ما حتبقى منى على الخيام ابو دور واحد هذه، انا شفت كثير يعني تصورات وكده، وان شاء الله الهيئه الملكيه وهذه الجهات اللي لها علاقة هتستكمل يعني مشاريع المخططات الشاملة للمشعر منى. ممكن ما يبان الجسر هذا في المشاريع العملاقة اللي حتصير مباني، حتصير ساحات. المنظومة البيئية التي وجدت بعد عمليات تراكم النفايات والظواهر السلبية اللي كانت محيطة بهذا الجسر، كيف استطاع أبناء المملكة العربية السعودية وكوادرها بتوجيهات من القيادة السديدة، من الدروس
المستفادة من نقل وتوطين المعرفة في مختلف التخصصات، أصبحت لدينا منظومة تحمل في جودتها الشيء الكثير وفي تنظيم أعمالها. فكانت هنالك الحلول الإنشائية الهندسية مع الحلول الإدارية التنظيمية. متى ما اكتملت هذه المنظومات مع بعضها البعض، سوف نجد عمل ومنتج كبير جدا. وكان هذا المنتج هو الخدمات المتميزة على جسر الجمرات. الجسر صراحة فندق 5 نجوم، يعني الناس تمشي مرتاحة، بارد، وسيع، براح. انت تشوف يعني في التلفزيون اشكال شيء الناس تشوف، ما تشوف زحمة ولا زي اول كيف كان. فالحمد لله يعني المشروع هذا يعني من المشاريع الناجحة، تمام، وساعد كثير يعني، وهذا يساعد كمان إن شاء الله في تحقيق الرؤية 2030، إننا عدد الحجاج يطلعوا 6 مليون، 10 مليون. عندك إمكانية زي ما قلت لك، كان عنق الزجاجة في جسر الجمرات. تريحت كثير ترى. أول كنا نعد الناس بعيوننا. الآن الحمد لله الأجهزة والكاميرات الحرارية والكاميرات الرقمية والأشياء دي كلها وفرت لنا وقت، وفرت جهد. كنا نعد ونرجع نقعد في المكتب نحسب ونحلل كثافات، نصور صورة من فوق ونجيبها ونحط عليها بلاستيك ونقعد، يعني تعب. الآن الكاميرا تديك الصورة ولا اللقطة تديك في لحظة قديش الكثافة. فدورنا كان دور يمكن وطني أكبر من دور يعني أكبر من أي تحدي آخر. كان تحدي وطني إنه كيف تنقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، وأيضا كيف تطور الأنظمة هذه وتخليها أنظمة إلكترونية. كان موضوع الجداول أشبه ما يكون بالأنظمة اليدوية. الحمد لله من خلال التعاون مع وزارة الحج وجامعة أم القرى تم تحويل الموضوع هذا كله إلى نظام إلكتروني متكامل عبر منصة إلكترونية أشرفت عليها مع فريقي في العمل. الحمد لله الآن هي تعتبر أحد أبرز المخرجات في التحول الرقمي لوزارة الحج والعمرة، اللي هي منصة التفويج وإنشاء الجداول. الآن جداول التفويج من مخيمات ميناء إلى مشرف الجمرات تنشأ إلكترونياً. مسارات الحركة تنشأ إلكترونياً أيضاً. يتم توزيع الجداول هذه إلى الحجاج وإلى مكاتب الخدمة إلكترونياً. يتم أيضاً طلبات التعديل في الجداول إذا ما كانت مناسبة للحجاج تتم أيضاً إلكترونياً. التغيير يتم أيضاً إلكترونياً. تغيير الجداول أوقات الطوارئ أيضا يتم بطريقة شبه إلكترونية بحكم حالة الطوارئ. وأتذكر في عام 1440 أول ما طبقنا النظام هذا كان في أمطار وسيول على مشعر منى يوم 11، فتم إيقاف التفويج من المخيمات إلى منشأة الجمرات تقريبا لمدة 3 ساعات، وبالتالي تم يعني جميع الحجاج توقفوا عن التفويج، وبالتالي الجداول الزمنية جميعها يعني تغيرت. واستطعنا الحمد لله في خلال ساعة واحدة من إعادة جدول جميع الحجاج اللي يتأثروا في الفترة هذه في خلال ساعة واحدة فقط. أنا
أعتقد كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة الرشيدة، بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع القيادات في هذا البلد هي تعطي وتبذل وتنفق ميزانيات كبيرة جدا، هي من انطلق الواجب الإيماني والديني الذي يحتم علينا جميعا وجميع أبناء المملكة العربية السعودية تقديم أعلى الخدمات وأفضلها لحجاج بيت الله الحرام، لأن هذا النداء نداء رباني بدعوة ضيوفه أن يقدمون. إحنا الحمد لله دولتنا الحمد لله مقتدرة، وإحنا كل همنا أننا نخدم ضيوف الرحمة قد ما يكلف هو مشكلة. صح ثلاثة أيام أربع أيام في السنة اللي يصير ده يستحمل، لكن حفظنا فيه أرواح. حفظ روح الإنسان عند الله أهم من هدم الكعبة، شايف؟ فإحنا يعني الحكومة ما شاء الله، أنت لو جاك ضيف تعشى عندك إيش تسوي؟ 10,000 تسوي عشاء، هو من بعد ساعتين ويمشي، وما بالك هذا ضيوف الرحمن وناس ونحافظ عليهم وعلى صحتهم. واجب هذا الواجب. شوف أشياء الواجب الإنسان ما يدقق فيها، لما يجيك ضيف تبغى تقعد تحسب بكم واشتري وبكم، ولا تحسب ولا شيء، خلاص واجب. فما بالك بهذا واجب ديني وطني، يعني بالعكس يعني كلنا مبسوطين الحمد لله. وهذا يعني أنا أقول إحنا النعمة اللي عايشين فيها هذه مردود من الأشياء دي اللي نحن بنسويها، الحمد لله دي نعمة من الله. فطلب الرضا شيء كبير، وهذا هو اللي كل الدولة وتجهيزاتها تبغى تصل إلى رضا الله، ما هي حكاية منفعة، وهذا اللي الناس مو فاهمينه من الداخل أو الخارج. إذا جاء دخل بيروح للي بيخدمه، الدولة بتصرف برضو من ناحية المكافآت والتمديدات والتعويضات والزيادة كثير، فهي ما عملية مادة، هنا عمليات كبيرة جدا صغيرة أو كبيرة بتتداخل مع بعض عشان تساعد بموضوع منظم مرتب كمنظومة عشان تخدم الموضوع ككل، الشمولية حقته بكل تفاصيله.